أنا ماني مصدق كيف بتسترجي تعملي هاي الشغلة. حقك إنك تتضايق مني، وفيك تعاقبني إذا بدك، لأنه أنا بستاهل العقاب. تعرف لليوم اللي حسيت بمعنى إنه الإنسان يبيع ضميره ويصير بلا مبادئ. بتصور أنت بتعرفيني منيح تهدي، بس قليلي أنا إمتى نزلت لهالمستوى بتصرفاتي؟ أنا يلي كنت أحكي عن الكرامة والاحترام والمبادئ وسمعت هي العائلة، كيف نسيت حالي وصرت وحدة عم تخطط لتعمل مشاكل حتى تأذي اللي حواليها؟ بس بصراحة أنا لقيت جواب لكل هي الأسئلة. ببساطة أنا انجبرت أنزل لهالمستوى من التصرفات، وهالحكي كله بسببك أنت وجدان. هذا الخجل اللي عم عيشه هلأ بسببكم انتو اتنيناتكم. دورجة بنتي، انت اعترفتي بلسانك انك المسؤولة عن كل هاد، شو دخل اكشات وقدام بهالحكي؟ ليش عم تلوميهم؟ لا بدي لومهم تيتي، ما فيني ما لومهم، هذا الواقع صدقوني. هن جبروني اتغير واعمل هالقصة. أنا لهلأ ما عم بتقبل إنه هي صارت مرته لأيجي، ما عم بقدر استوعب إنها حماتي، بس هي وأيجي مصرين إنهم ما يحسوا بأي حدا فينا ولا رضيانين إنهم يشوفوا الحقيقة. قلولي أنتوا مو منتبهين إنه من لما أجت جدان انتزع كل شيء؟ البيت تحول لفوضى. أنا هلأ بعترف قدام كل العائلة بإني غلطانة، ورح أغتنم هي الفرصة لقلك أنا بعتذر على كل أخطائي بحقك. بس شو من شان أخطائك؟ جودان غلطت بشغلات كتير كبيرة، وآجي ولا مرة وجه لها كلمة أو خانقة. ليش هي؟ معلش جودان بتضل عم تغلط وانت عم تتجاهل، بس أنا ما عم بقدر، ولهيك عم بتهور. كل هذا من أهلي للأسف. آجي أنا من وراكن ما عم بعرف حالي. استنى شوي أجي، أنا يلي بدي أفتح في غراض طالبتن وصلوا. كيفك مدام؟ تفضلي، طلبك بهالشنطة كله تمام. يسلموا. العفو. أنا ما عاد أعمل شي من دون علمك، رح كون مثل ما كنتوا بتعرفوني وأحكي كل القصص بشكل واضح ومباشر. صار الوقت لنحكي بصراحة وبدون أي قيود. الشنطة اللي معي
في الحل الوحيد لأكبر مشكلة صرنا عم نعاني منها. يلي بقلب الشنطة هو الشيء اللي جودان حابة توصله، واللي من شانه هي رسمة خطة لحتى تجبر آجي يتزوجها. فيها الهدف اللي بسببه صارت حماية لهي العائلة. هاي الشنطة اللي صارت بين إيديكي فيها السبب اللي خلاكي تركضي ورا أشهر رجال بأندور كله وتضحكي عليه حتى يقبل يتزوج منك جودان. شو هالحكي يلي بلا طعمة هاد؟ يمكن من وجهة نظرك هالحكي بلا طعمة إيجي، بس حاول تتذكر، تذكر وقلي ليش هي البنت لسه موجودة بهالبيت؟ ليش لساتها عم تمثل دور الحماية؟ لأنه ببساطة أنت ما عطيتها المبلغ يلي طلبته منك حتى تروح، هذا السبب يلي مخليها. لهيك أنا قررت أني أنهي هالموضوع من عندي. هاي المصاري اللي انتي طلبتيها. إذا فعلاً ما بدك ياني بحياتك لازم تعطيني حقي واللي هو 1,000,000,000 روبية. هاي قيمة مهري إذا مو متذكر. ليش لحتى تضلي خانقتينا ومدمرتينا حياتنا؟ بكفي بقى لهون وبس. أنا عم حقق لك الشرط اللي أنت حطيتيه جودان. بس مو أنت اللي طلبتي مصاري؟ هاي المصاري موجودة، اتفضلي خديها واطلعي من حياتنا بقى. درجة بكفي. شبك أنت جنيتي؟ بالأول غلطتي بحق أبوها لجدان، وهلأ غلطتي بحقها، عم تعطيها مصاري وبدك إياها تروح؟ أنتي برأيك في وحدة بتتصرف هيك مع حماتها؟ أي حماية هي عم تحكي عنها؟ وبعدين ليش أنا شو عملت تيتي؟ إيه ماشي، فيكي تسألي كنتك إذا كانت بقيانة هون مشان المصاري ولا لا؟ تفضلي سأليها لكنتك البريئة. ليش وافقت تتزوج أكشات جيندال؟ ليش قبلت تكون حماية لثلاث كناين؟ اسأليها ليش مصرة تبقى مع اي جي رغم المشاكل تيتي؟ بكفي درجة، شو صار لك انت؟ شو اللي عم تقولي؟